السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله سوف نقوم بإتمام تصحيح ديال الموحد المحلي جهة فاس بولمان إقليم صفروق لثانوية سيدي بومدين الإعدادية 2016 للثالثة ثانوي إعدادي. إذن تمرين جوج قالوا لنا فيه أولا قارن العددين 5 جذر 3 و 6 جذر 2 لنقارن. هذا السؤال رقم واحد في التمرين جوج، لنقارن العددين 5 جذر 3 و 6 جذر 2. هنا كما كتلاحظوا بين العددين بجوج بهم فيهم جذر مربع، فاش من يكون عندكم عددين فيهم جذر مربع باش تقارنهم قارنوا المربعين ديالهم او فرق المربعين. هنا ندير لدينا 5 جذر 3 الكل اس 2 يساوي، كندير لهم المربع فين ما يكون عندي الجذر مربع كندير المربع، واخا يكون غير واحد فيهم فيه الجذر المربع ندير له الاس 2 واخا يكون غير واحد. اذا 5 جذر 3 الكل اس 2 هي 5 اس 2 عامل جذر 3 اس 2 اللي هي 25 في 3 اللي هي 75. ولدينا 6 جذر 2 كل اس 2 كتساوي 6 اس 2 في جذر 2 اس 2 اللي هي 36 في 2 اللي كتساوي 72. من النتيجتين بجوج شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بان 75 كبر من 72، اي 6 او 5 جذر 3 اللي هي اس 2 كبر من 6 جذر 2 لكل اس 2. اذن عندي العددين موجبين، الا كان العددين موجبين راه الكبير فيهم كيبقى كبير، راه الكبير فيهم تيبقى كبير. قلت الا كان العددين موجبين 5 جذر 3 موجب، لاحظوا في العمليه في الاول هذا موجب وهذا موجب، فاش يكون العددين موجبين راه الكبير تيبقى كبير، يعني 5 جذر 3 كبر من 6 جذر 2. الا كان العددين سالبين راه كتعكس هنا الرمز، هنا الرمز اكبر كيولي اصغر، كتولي 5 ناقص 5 جذر 3 صغر من ناقص 6 جذر 3 لان العددين سالبين. متفقين؟ هذه بالنسبه للمقارنه ديال العددين 5 جذر 3 و 6 جذر 2. السؤال اللي من بعده قالك استنتج مقارنه، استنتج مقارنه للعددين لنستنتج لنستنتج المقارنة للعددين. لاحظوا هنا شنو دارو لنا، جوج ناقص 6 جذر 2 و جوج ناقص 5 جذر 3. هنا كيمكن نقوم بطريقة التعطير أو بطريقة الفرق، جوج فيهم صالحين. تندير لدينا الفرق مثلا مع الصفر، كندير جوج ناقص 6 جذر جوج ناقص جوج ناقص 5 جذر 3 تساوي ماذا؟ جوج ناقص 6 جذر 2 ناقص دخل على الجوج تولي ناقص 2 ديالي، والناقص دخل على الناقص تولي زائد 5 جذر 3. هنا الجوج مع ناقص 2 تيمشيو لان عدد المتقابلان، كتبقى ناقص 6 جذر 2 زائد 5 جذر 3. الجمع التبادلي كتولي 5 جذر 3 ناقص 6 جذر 2، وعندي انا 5 جذر 3 قبل، يعني في السؤال رقم 1 اللي كان قبل ما نستنتجو في هذا الاستنتاج ديالي قبل، لقيت 5 جذر 3 كبر من 6 جذر، ومنه عندنا 5 جذر 3 كبر ولدينا 5 جذر 3 كبر من 6 جذر 2، اي غيكون هذا الفرق موجب. 5 جذر 3 ناقص 6 جذر 2 يكون موجب، لان عدد كبير ناقص صغير عطينا عدد موجب، ولكن هذا العدد موجب يعني ان العدد الاول اللي هو 2 ناقص
ستة جذر جوج أكبر من جوج ناقص خمسة جذر ثلاثة. كاين طريقة أخرى، شنو هي الطريقة الأخرى؟ هي كنكتب لدينا، لاحظوا معايا، عندنا ستة أو خمسة جذر ثلاثة كبر من ستة جذر جوج، كنلاحظوا بأن هنايا بجوج ديك العدد اللي عطاهم مسبوقين بناقص، هذا مسبوق بناقص وهذا ناقص، يعني ناقص خمسة جذر ثلاثة أصغر من ناقص جذر ستة جذر جوج، لأن ضربناه في عدد سالب، شنو درنا للرمز؟ قلبناه، يعني فاش كنضرب في عدد سالب كنقلب في الرمز، يعني ضربت هنا في ناقص واحد وهنا في ناقص واحد. من بعد كنضيف لهم جوج، بجوج بهم كنضيف جوج كيبقى الرمز هو هو، لأن أضافنا اثنان ماشي نقصنا اثنان، أضافنا اثنان، وسواء نقصنا ولا زدنا راه بحال بحال، كيبقى الرمز هو هو. إذا غادي تجي هذه الطريقة ديال التأطير، هذه تتكون أسهل، الطريقة التأطير كتكون أسهل، كتخرج لها وتخرج نيشان في النتيجة ديال الاستنتاج اللي طالبين منك. ثم في السؤال رقم ثلاثة هنا كاين عطاونا نأطرو، عطاوني غادي نمشيو نديرو التأطير في السؤال رقم ثلاثة، هذا اللي طالبين مني في السؤال جوج يستنتج المقارنة، هذا سؤال رقم اثنين اللي نستنتج المقارنة رقم اثنين. دابا غنمشيو للسؤال رقم ثلاثة، شنو طالبين منا؟ طالبين منا سيدي التأطير، عطاونا التأطير ديال أ والتأطير ديال بي، عطاونا أ محصورة سؤال ثلاثة، عطاونا أ محصور ما بين والتأطير راه هو مزيان بالنسبة للتلاميذ يمكن يربحو فيه النقط، و بي محصور ما بين ثلاثة و أربعة، صافقين؟ هنا في السؤال رقم واحد قالك أطير أ زائد بي، لأنو أطير أ زائد بي، كندير لدينا كنحط أ ديالي، ها لدينا أ ديالي ناقص خمسة ناقص جوج، و بي تاهي كنحطها ديالي ثلاثة أربعة، وكنجمع أ زائد بي، ونجمع الصغير زائد الصغير والكبير زائد الكبير بكل سهولة، ومن هو كنجمع الصغير زائد الصغير والكبير زائد الكبير بكل سهولة. في الضرب لا، في الضرب علاش ما عنديش الحق؟ لان هذا العدد محصور ما بين عددين سالبين، تردو محصور ما بين عددين موجبين عاد نضرب، بالنسبه للفرق الجمع ماشي مشكل، كنجمع الكبير زائد الصغير والصغير والكبير زائد الكبير والصغير زائد الصغير، اي أ زائد ب محصور ما بين ناقص جوج و اثنان، ويكون هذا هو التأطير ديال أ زائد ب. ثم نأطرو، ثم نؤطر أ ناقص ب، هذا أليف، هذا نؤطر أ زائد ب هو أليف، هذا أليف الأول أليف، دابا غنديرو باء، نأطرو أ ناقص ب كما قلت هذا الأول أليف، دابا لنؤطر باء لنؤطر أ ناقص ب. إذا بالنسبة لي ناقص ب ما عنديش، ناقص ب ما عنديش، لأن أ ناقص ب ما كاينش، ما نقولكيش ندير أ ناقص ب وندير ناقص خمسة ناقص ثلاثة ناقص جوج ناقص، إذا أول حاجة غنديرها هي نأطر ناقص ب، لدينا ب محصورة ما بين كما قلت فاش يعطيوكم أ ناقص ب ولا إكس ناقص إيكغيك، ناقص إيكغيك نأطر ناقص إيكغيك هي الأولى عاد نزيد لها إكس. كذلك اللي عطاونا أ ناقص بي، نأطر ناقص بي وعاد نقلب على أ ناقص بي، إذا عندي بي محصور ما بين ثلاثة وأربعة، أي هاد القضية تنديرها فاش يكون عاطيني الفرق، يعني نأطر فرق عددين، فرق عددين داك اللي فيه الفرق خص ضروري نأطرو عاد نقلب، بحال دابا هذا مسبوق بناقص نأطرو هو الأول، يعني كتولي أ زائد ناقص بي، سنأطرو ناقص بي وعاد نجمعو معاه أ. اي ناقص ب محصور، فاش كنضرب في ناقص واحد هنا راه ضربت في ناقص واحد، يعني باش دخلت الاشاره ناقص راني ضربت في ناقص واحد، هاد ربعه يرجع لليسار وهذا يرجع لليمين، دائما فاش كنضرب في عدد سالب اغير الاماكن ديال الاعداد او الاطراف ديال المتفاوته ديالي او اطراف التأطير ديالي. ولدينا ا محصور ما بين ناقص خمسة وناقص اثنان، اي تكون أ زائد ناقص ب
دابا كندير الصغير زائد الصغير هي ناقص 5 اللي تابع ل ا ديال الاولى زائد ناقص ب اللي تابع ل ناقص 4 ثم هنا ناقص 2 اللي تابع ل ا زائد ناقص 3 اللي تابع ل ب هنا غتعطينا ناقص 5 زائد ناقص تعطي ناقص هي اللي كنقلب عليها وناقص 5 زائد ناقص 4 هي ناقص 9 ونكون بذلك اثرت ا ناقص ب ثم جيم قال لك تأطير ا ب لنؤطر ا ب اللي كنلاحظ هو ان ب محصور ما بين او عفوا ا محصور ما بين عددين سالبين قلت الا كان تأطير الجودة وعندي واحد من داك اللي غنأطر واحد من داك العوامل العاملين اللي بغيت محصور ما بين عددين سالبين ما خصش يبقى محصور ما بين عددين سالبين خصو يولي يرجع محصور ما بين عددين موجبين دائما في الظرف فاش يكون عندي احد العاملين محصور ما بين عددين سالبين نردو محصور ما بين عددين موجبين عاد نأطر اذا لدينا ا محصور ما بين ناقص 5 وناقص 2 يعني ناقص ا محصور ما بين ناقص ناقص 2 وناقص ناقص 5 يعني ضربت كلشي في ناقص 1 مع التغيير كما قلت عاد دابا في بي فاش بغيت ندير ناقص ب ضربت في ناقص واحد وغيرت الاماكن ديال الجوج اللي كان على اليسار رجع لليمين واللي كان على اليمين رجع لليسار هي 2 ناقص ا 5 دابا نديرو ب ولدينا ب محصور ما بين 3 و 4 اي الجداء ناقص ا في ب محصور ما بين 2 في 3 و 5 في 4 هنا ضربنا موجب في موجب موجب في موجب ما عندناش المشكل ضربنا الصغير في الصغير والكبير في الكبير ولكن كان عندنا هذيك المشكل كان خلقنا المشكل هي 6 ناقص ا في ب هي ناقص ا ب و5 في 4 هي 20 ولكن هما طالبين لي ا ب ماشي ناقص ا ب اذا شنو خصني ندير لا نضربها في ناقص نضرب ا ب في ناقص ناقص نضربها في ناقص باش تولي موجبه اذا لا ضربتها في ناقص خصني حتى نضربها في ناقص ولا ضربتها في ناقص خصني نغير الاماكن ديالهم 20 تولي هادي نضربها في ناقص و 6 تولي لي ونضربها في ناقص بحال اللي درت ال ا وال ب في الاول فاش بغيت نقطر ناقص ب وفاش بغيت نقطر ناقص ا اي هنا ناقص ناقص تعطي زائد اللي هي ا ب ناقص 20 ناقص 6 ونقول بذلك اثرت ا ب اللي طالبين مني وهكا نكون ان شاء الله قد انهيت انجاز التمرين 2 من الامتحان الموحد المحلي لجهة فاس بولمان نيابة صفرو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.